السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة وصفاتم آدم وكريم. كنتمنىكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، فاليوم غدا نحضر معكم واحد لاطاخت اللي كتجي بنينه بنينه بزاف ومقاديرها سهله وبسيطه وكتحضر لنا بسرعه. وغادي نحضرها بواحد الكيك فقط ببيضه واحده وخمس ملاعق من باقي المكونات، يعني واحد الكيك اللي جد اقتصادي وكيجي راقي في الشكل وكذلك حتى المذاق. فكيف العاده ما تنساوش ليا اللايك للتشجيع، وندوز معكم مباشره المقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله، غدا نبدا معكم اول حاجة في تحضير الكيك واللي ساهل وبسيط. غادي نحتاجو فيه بيضة واحدة كيف العادة تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تخرجوهاش مباشرة من الثلاجة وتستعملوها. ضفت عليها كيس ديال سكر فانيليا وواحد القبيصة اولا رشيشة ديال الملحة. كندير خمس ملاعق كبيرة ديال السكر سنيدة اولا السكر حبيبات، وكنجيب هنايا التراب اليدوي وتنخدم مزيان هاد المكونات. كتخدمهم واحد المدة ديال زوج ديال الدقائق، راه بسهولة اولا بسرعة تيتبدل له هكا اللون لان الكمية غير قليلة. كتخدمو هكا واحد جوج ديال الدقائق حتى كيتبدل له اللون هكا وتيولي فاتح. وغادا نضيف له خمس ملاعق كبيرة ديال الحليب، حليب عادي، اهم حاجة حتى هو يكون خارج من قبل من الثلاجة، ما يكونش بارد بزاف. ونفس الملعقة اللي عبرت بها السكر واللي عبرت بها الحليب، كنعبر بها خمس ملاعق كبيرة ديال زيت المائدة اولا الزيت النباتي. فكنديرو خمس ملاعق من المكونات كاملين. صافي، كنعاود مره اخرى هنايا نجيب التراب اليدوي وتنخدم هذوك المكونات مزيان مع بعضهم، ونضيف لهم واحد الملعقه صغيره ديال الخل اللي كيخلي لينا هذا الكيك هذا كيجينا الشكل ديالو بحال الجينواز. غادي نوريكم الشكل ديالهم بعد فاش غيطيب، تيولي لينا بحال لا جينواز. من بعد غنضيف هنايا واحد خمس ملاعق كبيره ديال دقيق الفورس اولا الفرينه. دائما الملعقه اللي عبرتو بها في الاول هي اللي كتعبروا بها باقي المكونات، مع ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات اولا البيكنج باودر ما يعادل واحد الكيس ديال 8 غرام. وصافي كتغربلوا هذوك المكونات وتخلطوهم مزيان مزيان بالتراب اليدوي حتى كتاكدوا بانه ما بقاوش عندكم هكا تكتلات او الحبيبات ديال الدقيق. كنجيب هنايا المول ديالي، فانا استعملت مول اللي الشكل ديالو مربع. دهنت له الجناب ديالو بشويه ديال الزبده ورشيتو بالدقيق، وفرشت له اول حاجه قطعه من الورق ديال الالومنيوم وقطعه من الورق ديال الفرن، وكناخذهم تنجمعهم هكا على الحاشيه ديال المول باش هكا فاش كنصبوا العجين ما تتخرش لينا من الجوانب. صافي، وكنصب الخليط ديال الكيك، وكيف كتشوفوا كنحاول بلا سباتول نقادها مزيان اولا نوزع هذاك العجين على المول كامل بهذا الشكل هذا. صافي، ومن بعد غادا نضربو شويه فوق سطح العمل باش كيتقاد السطح ديالو، وندخلو الفران على درجه حراره 170. كنشعلو له في الاول غير من الجهه التحتانيه حتى كيبان لكم بانه تنفخو بدا تيتحمر من الجناب، عاد كتشعلو له الفوق باش كياخذ هذا اللون هذا اللي كيجي محمر. كيف كتشوفوا الشكل ديالو راه كيجي بحال شي جينواز، كيجي خفيف بزاف. ومباشره من بعد ما تتخرجوه من الفران هو مازال سخون، غادي نسقيه بواحد نصف كاس ديال الحليب، حليب عادي ما ضفت ليه حتى شي حاجه. كتسقوه مزيان بهذا الشكل هذا. صافي، وغادا نخليه على جنب حتى كيتشرب وكيبرد. ودابا غادا ندوز نحضر معكم كريمه ديال الليمون الحامض اللي ساهله وبسيطه، ما غاديش نستعملوا فيها البيض وكتجي لذيذه بزاف. ففي واحد الكاسروله كنضيف كاس ديال عصير الليمون الحامض اللي كما شفتوا راني صفيته باش كنتخلص من هذوك الحبيبات، مع كاس ديال الماء وكاس ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، يعني نفس الكاس كنعبروا به المكونات كامله. كنضيف ليهم واحد جوج ملاعق كبار يكونوا شويه عامرين ديال بودره الكريم باتيسير اللي ممكن تعوضوها كذلك حتى بالنشا. كنخلط المكونات على البارد بالطراب اليدوي حتى كتذوب ليا هذيك البودره ديال الكريم باتيسير. عاد مباشره تنوضعوها على نار اللي تكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتبدا هكا الكريمه كتعقد لكم كيف كتشوفوا. ما تخليوهاش تعقد بزاف لانه فاش كتبرد راه كتزيد كتقال اكثر. صافي، دابا غادي نطفي عليها النار ونزولها، ومباشره وهي مازال سخونه كنضيف ليها واحد الملعقه كبيره ديال الزبده. انا هنا استعملت الزبده ديال البواطه مع نصف ملعقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض باش كتزيد تركز لينا النكهه، وكذلك كتزيد كتعطيها لون اللي كيجي غامق اكثر. ما متوفرش عندكم بامكانكم تستغناو عليها. كنخلطهم مزيان هكا مع بعضهم حتى كتذوب لي ديك الزبده. وهنا غادا نجيب واحد السليفه غنقص فيها تقريبا واحد 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال الكريمه ديال اللي حضرت معكم. فانا غادي نخدم بها الكريمه ديال الحشو فغادي نخليها على جنب. وبالنسبه للكريمه اللي بقات لي غنصبها حتى هي في واحد الزلافه اخرى
الاخرى اللي درت في سليفه صغيره فانا محتاجه ليها باش انا نخدم بها كما قلت لكم كريمه ديال الحشو، فغادي نديرها مباشره في المجمد باش تبرد ليا دغيا. اما هذه فماشي مشكل لانه غنديرها غير من الفوق وقت ما بردات، يعني مازال عندها الوقت انها تبرد، وخاصه دابا الجو بارد. كما شفتوا راني غطيت ليها الوجه ديالها بقطعه ديال البلاستيك غذائي، والبلاستيك تيكون قايس ليها الوجه ديالها باش هكا ما كتكونش لينا واحد القشره اللي كتكون قاسحه من الفوق. دابا غدا نحضر الكريمه ديال الحشو. فعندي زوج كيسان ديال الكريمه السائله اللي خاصها تكون بارده مزيان، تقدروا تعوضوها كذلك حتى بودره الكريم شونتي، كتطلعوها مع الحليب يكون بارد. ضفت ليها واحد الكيس ديال السكر فانيليا، وما غاديش نضيف ليها السكر لانه هي ديجا دايرين فيها هما السكر، اولا هي ديجا حلوه. كنضربها شويه بالضرب الكهربائي حتى كتضاعف ليها الحجم ديالها وكتبدا كتقبض شويه في راسها. من بعد كنجيب هذوك 4 ديال المعالق كبار اللي نقص ديال الكريمه ديال الليمون الحامض اللي حضرت معكم، كتكون بردات بطبيعه الحال، كنضيفها على الكريمه وكنستمر بالخفق حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون متماسكه. كيكون هذا هو القوام ديالها كيف كتشوفوا، كتجي بنينه بزاف بهذيك النكهه ديال ديك الكريمه اللي ضفنا ليها ديال الليمون الحامض. صافي دابا غادي نزولها وكنجيب هنايا الكيك ديالي من بعد ما كيكون برد تماما وتشرب هذاك الحليب. كنضيف له هذيك الكريمه اللي حضرت معكم، غنوضعها كطبقه ثانيه هكا من الفوق، ونحاولوا نقدوها مزيان اولا نوزعوها مزيان ونصايبوا ليها الوجه ديالها، لانه من بعد غادي نديروا ديك الطبقه ديال الكريمه ديال الليمون الحامض، فباش كيجينا الوجه ديالها مقاد ومفيني نحاولوا نقدوا ليها الوجه ديالها مزيان مزيان هكا بواحد لاسباتول. من بعد ما ساليت فكنجيب هنا واحد المنديل ونبدا كنمسح في الجوانب ديال المول اولا ديال القالب، لانه كيف كتشوفوا قصوا شويه الكريمه، فلانه مازال غادي نديروا طبقه اخرى فنمسحوا مزيان هذوك الجوانب باش كتجي الخدمه ديالنا مقاده ومفينيه. صافي تنعاود مره اخرى ندخلها للثلاجه واحد المده ديال ساعه حتى كتماسك لينا ديك الطبقه ديال الكريمه. من بعد كنخرجها وتنوضع عليها هذيك الكريمه ديال الليمون الحامض اللي خليت على جنب بعد ما تتكون بردات، وكنحاولوا نوزعوها بهذه الطريقه هذه باش كتجينا طبقه اللي مقاده ومتناسقه. وشدوا مزيان في المول ديالكم باش ما تزلقش لكم الحلوه يعني وتخسر لكم ويضيع التعب ديالكم وكذلك الوقت، فكتقدوها هكا مزيان. ولا بانت لكم شي بلاصه ما فيهاش الكريمه فكتقدوها غير بالملعقه حتى كتحصلوا على طبقه اللي كتكون متساويه ومتناسقه. كنجيب شويه ديال الشكلاط الخاص بالدهن اللي سخنته في الميكرووند لان الجو عندنا بارد بزاف، وكندير بها كخطيطات. بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، تقدروا تقدموها غير كيف ما هي، لكن حتى هذه الاضافه كتخليها كتجي جميله في الشكل. وكنجيب واحد الكيغدون بدا كندير هذه الخطوط هذه يعني بحال الشكل ديال ملفي. صافي ومن بعد كنعاود مره اخرى ندخلها للثلاجه حتى كتبرد لينا مزيان هذيك الطبقه ديال الكريمه ديال الليمون الحامض، وكذلك حتى الطبقات كاملين كيبردوا مزيان. من بعد ما كتكون بردات فكنديمو ليها من القالب ونزيد ليها الجوانب ديالها بشويه ديال اللوز كونكاسي اللي حمرته في الفران هكا اضافه اللي كتعطيها واحد المنظر اللي كيجي جميل بزاف، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اولا لا تارت اللي حضرت معكم. رائع في الشكل وكذلك حتى في المذاق، خاصه انها الا باتت يعني الا حضرتوها اليوم وخليتوها حتى الغد اللي عتناولتوها كتجي اكثر من رائعه. وهذيك الطبقه ديال الكيك كتجي هشيشه ورطبه بزاف لانها كتجي مشربه كيف كتشوفوا راه غير كتحطوا السكين يعني كيهبط معكم بسهوله لانها كتجي هشيشه ورطبه بزاف. والمذاق ما نعاود لكمش يعني خاصه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الحامض، يعني هذه كنصحكم بها وبشده، يعني الا جربتوها اكيد غادي نتحماقوا عليها. هانتوما غادي نوريكم كيفاش بسهوله كتقطع، يعني غير تتوضعوا الفرشيطه بسهوله كتهبط معكم لانها كتجي شيشه شيشه بزاف وكتذوب في الفم. فكيف العاده كنتمنى الاقتراح ديال اليوم انه ينال اعجابكم. ما تنساوش ليا اللايك للفيديو الى عجبكم، وكذلك البارتاج مع احبابكم وصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده على الجميع. شكرا لكم بزاف على المشاهده، ونتلقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم. مع السلامه.